نزل الميكس متواصلين حتى للخمسة متاع العشية، ما ضيفنا الحكم السابق ماكرين لاجيم. كله حكم دولي سابق ولا حكم دولي السابق عملت ماتشات انترناسيونال؟ لا عميد اي ما خاطر قعدت شيك عملت لا ما حكم عملتش دولي بعد ما نخاف. اوكي حكم عملت دولي عميد سابق. عملت عميد باهي قبل كجبت على مقابلة سي اس اس وجيبس ايه جانا برشا تساؤلات خصوصا من احباء السي اس اس، يقول لك علاش ما وقفتش الماتش نهارتها ماكرين؟ وقفتوا هذا الماتش ما وقفتوا الطريقة اللي شوف النهار هذاك هو الأمانة الماتش هذاك ما حب مشي لوحد مشيت لوين راهو اللي ريناه شيء يشبه الكذب هذيك الوحيدة عمري مريتها راهو كرهبة تاع الإسعاف فيها بربوات راهو كجماعي ربي يعاون وربي يخف عليه تو عنده مشاكل تاع تاع شيكات تاع جمعية راهو جايب بربوات راهو راهو تجي الملازم تقول له راهم يسبوا فيك يسبوه هو معاك جماعي يقصرنا في الباب في الميتون يقول لي ايش بيكم انا ما ناخذش حقي لبرا وانتم هنا تحبوا تعطيوا حق العباد خفت نخاف عشان نخاف ربي خاطر الهدف نتاع ملعب الجيبسي كان مشكوك فيه شويه كان فما مخالفه على حمدي الكسراوي. لا 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 حمدي الكسراوي خرج عمل انترفيو خاطر وقتها هو غلطه منه هو ما كانش فما مخالفة لحمدي الكسراوي ما ثم حتى مخالفة هو خارج بالغلط اسمع عادي اي حكم يخاف لا ما خفتش انا وتعرف علاش ما خفتش حتى نعرف ندخل نعرف نخرج يعني وقت جماعة السي اس اس هربوا هو مشى يهز في الكورة وجوار دزو جوار طاح هو ضربوا بمشط هربوا كل قالوا مش يضربون هما قاوموا جنتي والناس وين لقيتها جنتي والناس باش ما نكذبش عليك ماكش محبوب عند صفاق صغير لا لا لاباس خاطر جانا برشا تساؤلات في مقابلة بلاي اوف مع الكلوب 2013 ضربة جزاء خيالية كانت للفريق انت قلت انا وقت عيطوا لجنة المتابعة وشفناها قلت لهم وريني وريني ضربة جزاء من الصحيحة طب قال لي مش واضحة بالنسبة لي واضحة اني قريب انت ما شفتهاش في التلفزة اني شفتها في وسط الماتش الدزة موجودة انت ممكن وقتها حبيت تاخذ من الاتوال الاتوال وترجي البطولة وقتها هاي بالترجي إيه كان فما لا السي اس اس هزتها وقتها ما كانت وقتها بين ليتوال واسبيرونس وقتها كان هما يتهموا كيما يحبوا حتى هما يقول لك لامبرنار هذاك ولد حومته وراه واخو ولد خالت امه تي معناها ما يقولوا كلام ما خدمتش ليتوال حتى معنا في ليتوال انا وصل لي ليتوال ما فاش خدمت ما فاش خدمت ليتوال في عادي انا هزت حتى بطوله نسال فيك ليتوال مش جماعه تلعب على سقوط مش قولي نخدموا لها بطوله تهزها ليتوال بعد 10 سنين لازم تكون دوق 38 مش 28 مش تزبط ولا متعصب شويه اللي توال ما نحبش حتى اكثر من لازم ساعات متعصب ليه ما نحبش كنت نطلبها خلا مكرم تصريحك في تونسنا في وقتها قلت في ماتش خصوص ماتش الاسبيرونس في الوداد وبرشا مكشخين تكشت تغشوا منه قلت ما فماش امن وقتها لومت شويه على الامن وقلت كلام صحيح وانتقدت الامن وبارتاجها برشا حتى الفيديو بتاعك في المغرب. اي شوف شوف انا مسؤول شنو نقول على شنو نقول مش مسؤول هما شنو يحبوا يفهموا. مع احتراماتنا لبرشا عباد. اليوم قلنا التقرير اللي جاء وقته هي جات الحقيقه توا هي الوداد تقعد ست ايام ما تمركيش. بصح هذيك الواقع. اليوم نحن نحبوا نغيروا القضيه نبدلوها ما نقولوش الحقيقه. نتعاطفوا مع الترجي اما خلينا نقولوا الحقيقه شنو هي الحقيقه الحقيقه اللي وقتها ما ثمش امن كيفاش فماش امن معناش امن به نعطيك حاجه نسال معناها معناش امن اغزل لي اليوم علاش ما نلعبوش في الليل علاش قول لي هو يحكي على الصاد اليوم علاش البطوله ما تلعبش في الليل ماتشات في افريقيا يلعبوا في الليل لا نحن في تونس شبينا ما نلعبوش البطوله نتاعنا في الليل الامن يرفض علاش يقول لك الدواعي امنيه اليوم علاش نحن مش معناها ما عندناش امن سمعني. اليوم علاش ما تقبلش الجمهور الضيف تقبل كوز ليكيب لوكال علاش يقول لك الدواعي امنيه تو امن يقول لك الدواعي امنيه ما نجمش نامن الظروف هذه كل وانت جيت تقول لي اليوم لا نحن نجمو نامنوا يمكن تقولوا هكا الكلام ماكش توقيت غلط ما كان مش فما كنت هيك فما نحن نقولوا في وقتك بارتاج برشا الفيديو نتاعك في صفحات مغربيه لا لا انا نقول لك خاطر فما واحد يختار الوقت نتاع كلامه معناها كنت حتى فما حاجات ما تقالش معناها في الوقت هذاك كانك حبيت تميل كفه الوداد انت ماك سموني محامي الوداد سموني محامي الوداد اني مش الغايه بتاعي مش انا حبيت نقول ثم عباد مسؤولين فاشلين يحبوا يوجهوا الخطأ نتاعهم ولا يحبوا يهربوا
البروجكتور اللي قاعدين مركزين عليهم وعلى الغلط نتاعهم للامن ولا للحكم. لا اجا اجا نحب نصلحوا اجا نصارحوا احنا نقولوا. وقابلتها بعد بلد هذيك في عرس خو حسين جنيح قابلت حمدي مدب قال لي كلامك صحيح. قال لي والله حتى اني قلت هو شابته سي حمدي مدب. وقلت ايش قلت لي؟ قلت لو كان وديع الجريمه ما هبطش. وحمدي مدب قال لك صحيح فمش امن ما خلصت مش امن ما شنو. قال لي والله كلامك في نوع من الصحه. حكيت معاه اليوم كما هبطش اجا نعاودوا السيناريو. نحن الوداد ما حبتش تلعب حمدي مدب ما هبطش رياض بنون ما هبطش وديع الجريمه ما هبطش. شو باش يصير؟ غير هاتيو السيناريو الصحيح. شو يصير؟ تربيت مش يعطيك وقت قول له عندك 10 دقائق اذا ما ترجعش مش نوقف المقابله. هو مش باش يرجعوا الاربيتر يزفر يدخل في السيار يعمل رابورو يفكسيه على البلاصه غدوه تخرج ترجي ربحتين بلاش وانتهى الامر. اليوم نحن نغلطوا ونعملوا مشاكل ونعملوا كذا وبوليميك وفكوا ونعملوا ونعيطوا وبعتالي نحبوا نبرروا الغلط بتاعنا. والله الاربيتر غلط والكوميسار غلط. انت شهبتك غالي كان جات لتوال تقول كيف كيف لتوال. انا اكثر واحد انتقد لتوال. أنا أكثر واحد انتقد لتوال. لا كان جات الأمم العاقبة نهائي تشامبيونز ليغ وفي وقتها وقيت كما ذاك تقول ما يعرفش ما فيش أمن ونقولوا هاني ماتش لاسبيرونس يا بكر. هاني نقول لك عاد هاني قلت ماتش سي اس اس لتوال كوب دافريك وبالغاز وقلت ماتش لاسبيرونس لتوال وقف الماتش بالغاز ونبيل مالوي راني وقتها وقلت ماكش غلط معناها مانيش غلط. وقلت عاود 50,000 مرة وراها الوضع هذاك نقول حتى كي قلت لك فما توقيت قال في الكلام توقيت هذا نحكيو على مقابلة كي ربي لو أنت تقول لي نحن نحكيو على المقابلة يمثل تونس لاسبيرونس ماكا مرحبا به وترجي بنيتي وربع والله فرحت لك ياسك وتفريق مش هذا ثم فرحت ترجي كاسك والله فرحت معناها مش حاجة قبل شفت التصريح قلت نفاق كان نقول لا مش فرحت كيما هذا تزمر مرحبا به في تونس دخلت تيتر اما مش تقول لي اي مش نفرح للترجي ولا نفرح للسياسات والكلوب. كل واحد يفرح لجمعيته كيما انت عندك جمعيتك ما نتصورش تفرح تخرج تزمر ولا تعيط وتخلص القاوي على خاطر جمعيتك خاطر التوار ربحت ولا الاسبيرانس وهي مش جمعيتك. لا هذاك هو النفاق. انا كي ترجي تدخل ولا السياسات تدخل تيتر لتونس تدخل لتونس معناها ماكش متعصب اكثر من لازم للتوار ولا حتى حد شفنا مثلا حكايه الليفه الاشهريه في سوسه عملك وتصويرتك اللي ظهرت من العباد اللي ناحيين في الليفه هذيك عملت شويه بوليميك. لا حقيقه ما غلطوا العباد. قول لي ما صحيح اني نهار هذاك لا كل شيء انا حكي كما هو اللي قاعد في احد النزل قاعدين عندنا ندوه على هيئه الدفاع على شكري بلايد قاعدين نحن المجلس بادي تقريبا 10 ولا 12 مستشار تليفونات قتلونا قالوا ثم لافتة في زندر ستيكرا مش نحرقها راه مش نعملوا. نحن مشينا على اساس باش نريدوا الولاد وبعد ينحيوها الولاد باش تنحى منه ولا باش تنحى بالنسبه لهي تمثل معناها مشكل في المنطقه هذيك في زندر ستيك وتعرف السواح وكذا وجايبين الغاز راهم حبوا يحرقوها بالزهر يزال جزيل وقتها متعد وقف راهو نجمع بعضنا والناس نحاتها الولاد عملوا منها قصة واضح عملوا منها قصة ونعني حشيشتي حلول اسمع ما تسمعش ويقلع فيها ويحط فيها وكذا واني مشيت وقتها بسيبتي مستشار بلدي ما عنديش حتى اما نرفض نقول لك نرفض باش تجي باش تعلق حاجة كيما هذيك في سوسة كيما مش تعلق حاجة كيما هيك نجم نقول اليوم الاسبيرونس وقف عليه في تونس منظم اكثر جماعي لا كقوة في على الكيب فاش تلعب ولا لا اليوم اقوى جماعي ب في افريقيا افريقيا لا ثم جمعيات خير تحقيق جمعيات مش حتى واحده ليه ثم ثلاثه اربع جمعيات الاسبيرونس مرتين بطل افريقيا السنه هذه واش بيه شكون مثلا اقوى من الاسبيرونس طب تو مثلا الوداد اسمه عملت مقابلات باهية اما المازنبي عملت مقابلات باهية ثم جمعيات ثم ماتشات تفرجت فيهم مني أنا جمعيت أحسن أما الترجي تعرف تربح تعرف تربح ماتشات تقاك أنت ترخ شوية تركيك زوز بونت ترجع لك عندهم الجريدة فيرجعوا في صح تكون خاصة ترجع هو قوة الترجي فيه عكس جمعيات أخرين معناها تحير مش مركي بونتو
فهمت؟ باهي مكرم، حكيت قبل على تعرضك لمحاولة رشوة في أكثر من وسيلة إعلامية، مثلا في آخر خبر قلت عرضوا عليك 50 مليون. لا لا 70 مليون. في راديو إي إف إم قلت 70 مليون. ما نقولكش شكون، وخاطر مش باين دليل. إي لا. هما يسمعوا يعرفوا روحهم. هما يعرفوا روحهم. وصوروا مش يسمعوا. دوني كنت تحكي جاتك على هذه التوريد تحكي على دليل. إذا نقول لك نحكي لك على حاجات عندي دليل. اليوم مش نقول السيد فلان نقول اسلام راه وكذا وحكي معناها رشوه معناها فيها قضاء. عادل زهمول قال يا اخي كان فما وقتها 70 مليون تيزي هو تحيل عادل زهمول يمكن وقتها هو 2013 يتعامل بمليون وزوز والناس تعامل بملايين عادي كل واحد في تحط نفسك انت معناها عادل زهمول يتعامل بمليون وزوز لا هو مثلا هو كان ياخذ مليون وزوز ما قلتش انت قلت انت قلت انا قلت يتعامل بمليون معناها يقول ما ثماش يتعاملوش ب 70 مليون وقت ذاك يمكن هو في باله يتعاملوا بمليون وزوز. معناها هو راهو شفتوا انت كلامه حناتي حناتي سمعت ورجعت عليه في التلفزه. حناتي تقول وين تحط نفسك وين تسيبها. نجم تحط روحك تسوى 70 مليون، نجم تحط روحك تسوى مليون ونص ولا مليون. انت شكون يحكم في التحكيم اليوم؟ شكون يحكم في تونس قول لي في التحكيم؟ وديع الجري شكون يحكم؟ وديع الجري. عواس رابل سيدي معناها؟ عواس رابلسي ما يحكمكوش في احتمال وعندي شك في البيرو اللي في وسطو عنده يحكم برستيجو برا. كيفاش تقيم هالفترة انت عواس رابلسي؟ عواس هو معناها عاش مع جمال بركات وعاش مع هشام قيرات. مع جمال بركات كان هو يتعامل ديركت مع رئيس الجامعة وجمال بركات فسخه مش موجود. مع هشام قيرات يبقى شوي ما ينجمش يعمل اللي يعمله مع جمال. علاش؟ على خاطر شخصية جمال بركات مش كيما شخصية هشام قيرات. شخصية هشام اكيد خاطر نسيبك لا برا نسيبي هما تعرف انت حتى كي كان يزفر شوف هشام كيفاش يزفر جمال بركات والحادثة الشهيرة تاع خالد بدرة تحية خالد بدرة نحالوا البادج نحالوا في القاعة حتى سفرة ما ادالوش خير دليل انت كنت مسؤول كنت حكم ما تنجمش تخرج واحد ينحي لك البادج قدام 3000 متفرج ولا 4000 ماتش ما في شيء اليوم تحبك مسؤول كان عندك حادثه مع خالد بدر انت خرجت ورقه حمراء كيفاش؟ وقت زفرت بلانتي وانا شو نقول لك بلانتي ضربت غلط اي ضد خالد بدر معناها سافرتها للاستاد تونسيان وهي بعد كي شفناها بالكاميرا من تالي غلط كان يسوى ورقه حمراء كيفاش؟ قال لي قلت له مش وخر خذ لي قدام الكوره قال لي وخر قلت له وخر قال لي ما تخرجش قلت له مش خرج قال لي كان راجل خرجني هو على كلمه تتقال هي خرجت في حتى مشكل باهي الموسم هذا ما شفناش برشا احتجاجات خاطر فما تحسن في المستوى والا طوى في العوده باش تلحم لا بلوطه باش تلحم فوق ثم ديكلاج كبير بين بلول والاخر حسمت البطوله اسبيرونس اون بلوس خرجوا حكام صغار اون بلوس نقصت الضغوطات نقص ضغط كما كانوا يرقدوا على جمال بركات ضغطنا تنزل عليه جمال بركات يعطيك تحب انت مثلا مع هشام يمكن تتحسن الامور حاجه اخرى يحتمل رئيس الجامعه عنده نيه اصلاح يحتمل انه ديما يقرا حسن النيه انا قلت له اصلاح عملنا خطوه باهيه الفات اللي خرجوا نحن سته سبعه حكام صغار عمرهم 20 21 وزفروا ويعطيونا في نتيجه باهيه نحن كل ماتش فيه مشكل راهو حكمك القديم فهمنش؟ علاش ديما تنتقد برشا حتى بحدة ساعات سلمي والمالوشي ديما الزوز هذا تقول لي انت وانت صحافي وتعرف المالوشي ايش عمل ونذكروا قفصة كيف سقطت وهي المالوشي ايش عمل ونذكروا صدق سلمي ايش عمل عن سوء نية تو هكا تو هكا وجي العجنقي الكوميسار وتونس كاملة والعالم كل شافها مقابلة انت حتى اللي ما يحبش الكورة ولا يحب الكورة حتى اللي ما يحبش قفصة ولا يحب قفص تعرض القفصة المظلمة التاريخية وتقعد وصمة عار على 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 يامي ملوشي وصدق السالمي وتوفيق العجنقي للتاريخ مش بقى لهم وصمة عار مش كيف في ماتش قفصة ديما انت خدها في كل ماتش يعمل مشكل هو في كل مقابلة يلزمها تمشي كما يحبوا هما يمشي وهذا مصوص ببعضهم ما كلموكش باش تكلمني لا كلمهم ما فماش قضيه رفعوا ضدك هذا كلام كثير قلتوا عليه ايش هذه قلت لك هذا انت ما دامك تزف وانت قاعد تحب تخسر جمعيه معينه حاجتي يا انت ما تعرفش ما تستحقش قائمه دوليه
انت تقوم بخدمات وتدخل في القائمه الدوليه. خدمات لازم اثباتات كما كنت تحكي لي قبيله. لا انا قلت لك حطيتك صحول. يا انت ما تعرفش تلك حدود الله. اليوم نقاك انت مشدود ومكالي في القائمه الدوليه وممسك حد وقاعد تقوم باخطاء هذوما، معناها انت تمشي بخدمات. اللي في القائمه الدوليه اليوم هم الافضل في تونس؟ لا. شكون يستحق؟ امير لوصيف من احسن الحكام الموجودين وتظلم ثلاثه مواسم جات بعض. الاستغناء على الوليد الجريدي مستحق؟ والله هو خير من غيره، خير من برشا. خير من شكون؟ خير مثلا بالخواص. ونحاو ما عنده ولي. الدخول هيثم القصري يستحق؟ دخول هيثم القصري ما ثمش اللي يستحق برغم الاخطاء اللي قام بها، الساحه ناقصه. أنا الناس ما يتنحق هيثم. نحى ورجع وتنحى ما قاعد يتنحى ويرجع. فما رابط بين نجاح هيثم جيرات وجود والده في التحكيم؟ يكذب عليك يقول لك لا. شي يكون هو مثلا ابوه ينصحه. ابوه ينصحه. مثلا وقتها يلزم ثم مقابلات، لكن كنا شفنا هشام جيرات ولده نجح في المقابلات الكل. صحيح ولا صحيح؟ صحيح. اقل حكم قاعد يخطئ. بون فما اخطاء سيرو اخطاء. اذا قارنوه بالحكام الدوليين الاخرين، نحي يوسف اسرائيلي. اعطيني الحكام الاخرين المقابلات اللي عداوهم هيثم جيرات، شق هيثم جيرات الافضل. ومع مع مع التشبيب اللي طلبته الفيفا. اليوم دخلوا حكام صغار ونستخدموا على الكبار، في ظرف خمسه سته سبعه سنين شق عندنا حكام يسفروا في كوب دو موند وما عندهمش مشكل. اليوم نحن ندخلوه في 35 الحكم قائمه دوليه وبعد شو باش نعملوا؟ واضح. باهي مكرم حضرت لك كويز، نمشيو للكويز وبعد رجع. كويز مجموعه من الاسئله ما غير برشا تفكير، في كلمه تجاوبني مكرم. شكون احسن حكم تونسي اليوم؟ يوسف اسرائيل. احسن حكم في تاريخ تونس؟ ناجي جويني. حكم عنده مستقبل باهي؟ هيثم جيرات. احسن حكم في افريقيا؟ احسن حكم في افريقيا ما استحضرش ال الاثيوبي بملكة السماء. احسن حكم في العالم كان ولا تو؟ تو. تركيا شاكير. اكثر لاعب يناقش كي كنت تصف؟ زوير ذواتي. شكون؟ قربي زوير ذواتي. شكون اكثر لاعب كالم؟ ما يتعبكش؟ بسام يحيى ما يتعبنيش حقيقه، يلعب وكان القصداوي سافرت في ثلاثة جمعيات يلعب ساكت. مساعد كنت تحب تخدم معه؟ مساعد نخدم معه مجزر حمر. مساعد ما تحبش تخدم معه؟ يملوش خدمت. انتم نعينوا بعضنا البر. كيفاش كانت علاقتكم؟ عادي. يعني كنت سبب باش ندخلوا القائمة الدولية. أول مرة باش نقولها لك. وكان ظلمنا حكم ماخر ربي يسامحنا. شكون أقرب لاعب ليك؟ ايمن بلبولي. اقرب حكم ليك؟ فرج ولد اختي عبدلاوي. اقرب مسؤول ليك في التحكيم؟ هشام. اقرب مسؤول ليك في النوادي؟ باش تكون جماعة سوسة يا رضا يا حسين جنيح. قبل هاي تكون سي عثمان جنيح. جمعية ما تحب تشد لها ماتشوات؟ تفرق. علاش ما نحبش من الحس ولا من الضغط انت ما تحبش تشد لها ماتشويت هكا؟ انا ما نحبش نزفر الجماعات الكبار الحقيقه. بالعكس لعب الحكام الدوليه وجبد معاك خاطر هما يحبوا على القمان واني ما نجمش وبعدين نقعد في مشكل يشكيو بي. والدليل اني كلهم زفرتهمش اكثر من خمس ماتشويت سي اس اس والكلوب وسبيرانس. جمعيه تحب تشد لها ماتشويت؟ سيوتي. ماتش ما تنساهش؟ جابس جابس سي اس اس. احسن ماتش شديته؟ حمام لنفو وسبيرانس. هذيك احسن ماتش؟ احسن ماتش عندي. اسوء مقابله؟ ما كنتش فيها في فورمه معناها. المرسى ومستقبل المرسى وحلق الواد. ظلمت فيها المرسى. ماتش تيح هذا حاجه هكا؟ لا ماتش واحد ما بعطيك رجع التلفزيون نقرا روحي سافرت بنتين غلطتين. اكثر فريق ظلمته؟ مش ظلمت ليه غلطت مثلا؟ اي غلطت ظلمته معناها. ما المرسى حسب مخي المرسى هذيك برطون محبه المرسى اللي فيه. خطا عملت وقعدت نادم عليه في التحكيمة؟ اي
ثم مسؤولين ما ساعات يسبك ما تقيدوش معناها يدخل خليه يدخل ما غير ليسانس وبعتالي السيد هذاك يدخل بغير ليسانس يسبك ويعمل اللي يحب قاتلو مش بقيت في الماتش. اقوى جمهور في تونس تدخل الاستاد يفجعك؟ لا ما تفجعش يدخل هاني يسكر الضيم اي فما الجمهور هكا كوي جمعيات عندك جمعيات الكبار وعندك الجيب الزاد عند جمهور ايه برشا سياسيس اسبيرانس. سمي لي واحد اكثر واحد جمهور الكليب كيف يبدأ الصدمة بي واضح كانت هذه لوكويز ممتع الحديث معك مكرم مازلت عندي 30 ثانية انا مازال عندي برشا اسئلة مسيرش خلينا ناخذ اهم واحد اعطينا شوية انتماءات الحكام مكرم عارفين ثم الحكام منتمين بالفترة هو يحب جماهير ذيك ثم اللي يتلون كيوم البوية مثلا اللي يحبوا لا اللي يحبوا اللي يحب الفتره مثلا يعيش في بلد في سوسه بيطلع يحب الاتوال ولا ولا متفاهمين فيهم بلوك. في صفاقس يتحب السياسيس اما من سوسه وبعد يقول لك انا نحب الترجي ولا من تونس سميلي شويه سامي اعطيني ماشي تونس رابط تونس رابط تونس نقولوا الدوليين سنين بالخواص يوسف السراير بالخواص يحب الترجي يوسف السراير يوسف السراير يحب الترجي عندك تعنا لي زفر الاتوال دي محب الاتوال هذيك شكون في اللجنة ماهر الحرابي الحرابي يحب الاتوال هذا تقصد انت الحرابي وعنا واحد اخر بسم الله ما استحضرتوش عنا جوار عنا ربيتر يحب الاتوال وهو دمشي الاتوال ومش معروفة معروف تسسمه قصت الليل الله بسم الله دي بطل عم نول الله مبال بن حمزة حب الاتوال اي معروف جاك الاتوال يزبط الاتوال عطيها حقها واضح عندك الاتوال اللي مش معروفين شكون بالمعيار هو اللي يقول لك المشكل كنجي نزفر اني مثلا نحب الاتوال تقع الاتوال في الكورسة ونزفر الجمعية اللي كونكيران على البطولة الاتوال ونزفرها في الانتية غالطة ولا ما خرجاش ورقة حمراء ولا كذا بي معناها تهرب المشاكل هذا يتسمى راهو يحب الجمعية واضح شكرا ليك دونك مكرم اللقيم شرفنا بحضورك بحضينا اليوم مرحبا بيك يعطيك الصحة مكرم هاي شكرا ربي يخليك دونك بعد شوي نستقبلوا فوزي غير ضيفنا في الساعة الثانية حتى الـ 15